السلام عليكم. اليوم أنا معاكم محمد عيسى إبراهيم الهوتي، راح أخذكم في جولة تعريفية لمعرض إكسبوجر الدولي، ويلا خلونا نبدأ. شو تشوفون؟ التعاون مثلا. ايوه التعاون، وبعد شو؟ الابتكار. صح، الابتكار بعد. تأملوا الصورة، شوفوا عرفتوا. وكذي وصلنا لنهاية رحلتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله أن نالت إعجابكم، وإن شاء الله بتكونون معنا في السنة الجاية إذا الله أحيانا، وإن شاء الله الأزمة بتعدي وتكونون موجودين في هذا المكان.